كوكو عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حار وحلو. واليوم باش نطيبوا حاجة بنينة برشا، واللي هي باش نعملوا كعبات دوغاد فخسي، اللي هما كعبات الورقة ولا وراطة أو كل واحد كيفاش يسميها. أول حاجة باش نبداو بالفخس متاعنا، باش ناخو القلية متاعي نحط فيها شوية جولدينا خاطر باش نذبل فيها البصل والمعدنوس وشوية شامبينيون. فوالا ناخذ شويه جولدينا هاك، وباش نحطوا معاها البصله مقصوصه جيده بالقدا، نستنيوها تذوب شويه. نحط البصل متاعي قصيته جيد بالقدير، فوالا هكا. وباش نحط معاه معدنوس شيليف بالقدير، وباش نزيد نحط معاه شامبينيون زيد قصيته طريفات صغار خاطر الحوته مش كبيره، دونك ما لازمش الحشو نتاعها يبدا هكا ملبز، لازمو فينو فينو. نزيدو شويه معدنوس ونحطو لهنا الشامبينيون اللي قصيناه جيد جيد، فوالا، ونخليوهم يتقليو بالقدا. نفوحهم بشويه ملح وكهو خاطر من بعد كي باش نفوح الخليط كله مع بعضه. خليهم هذوما توا يتقليو في عقلهم، وتوا باش نمشيو للحويتات متاعنا. خنوريكم بالضبط شنيا عملنا لهم. الحوتات نظفناهم وحليناهم من شيرة الكرش، وفما زيد شكون اللي يحب يحلهم من هنا من شيرة الظهر، هكا كل واحد وكيما يحب هو حاسيلو. وتوا هاو كريتوها، وتوا باش نحضروا باش نفوحوهم. باش ناخذوا شويه زيت نجمه جو بلس، مش برشا زيت، اللي هو باش نحلو فيه لفحات نتاعنا الكل. باش نحطو شويه زعفران خاطر يبنن على الاخر حتى مع الحوت به برشا، منش نحطو كمون في الغسيت هذي. نحطو الزعفران، نحطو شويه ملح، ونحطو فلفل اكحل، وباش نحطو بسباس ديما نحب وين البسباس فريش قبليك شويه في نهار راستو يفوح الحويده نتاعنا على الاخر. وباش نحط عصره قرص بهي، فوالا هاكا عصره القرص نتاعنا. نخلطو لفحات بالقديد، هذه تفويحة وكسوري شوية. نشوف هذوما الساعة اللي قاعدة نذبل فيهم البصل والمعدنوس والشامبينيون، زيدهم شوية آخر بركة. توا باش ناخو لي غون باش الحوتة متاعي هكا نشخشخها باللفاح، فوالا فوالا. هذا اللفاح نتاعنا ساعات انتو الكاليتي نتاع الزعفران، فما زعفران اللي سايب الاصفر كلون هذاك المزيان برشا، وفما اللي لا. باش نزيدو شويه كركم باش يتلون
اللفيح نتاعنا والحويته نتاعنا تتلون بالقدي. فوالا، وتوا مش نشخشخها الحويته بالقدي من هنا من داخل زاده. فوالا كما تشوفوا وسعت بالي ونحيت السلسول ونحيت وحليتها بالقدي الحويته. هاك فوالا، لفاحات دخلوا بالقدي في الحويته. هايكا الحويته نتاعنا حاضره في وحا، خلطناها بالقدي في الراس زيدا. نحيو لي غون توا باش نحضروا الفخص نتاعنا. عندي لهنا هاو كاريتو كيفاش ذبل بالقدي البصل والمعدنوس والشامبينيون اللي مقصوص جيد. فوالا، باش نحط عظمه عملتها غابي كيما قلت لكم، كل شيء لازم مقصوص صغير وجيد. نخلطها هكا بالقدي، وتوا باش نزيد نفوح شويه باش نحط شويه فلفل مهروش. هاك الفلفل مهروش، وباش نحط خديت كعبيت تاخذوا شفغيت ولا كروفيت تقصوهم هكا صغير ونيت. كان الشفغيت ما تستحقوش باش تقصوها خاطرها صغرونا من عند ربي، سينو تاخذوا كعبيت كروفيت خمسة كعبيت ستة فيه البركة، وتنظفوهم وتقصوهم هكا صغار نحطوهم في الفخص نتاعنا. وتوا باش نزيدوهم الفروماج، باش ناخذوا شوية تارت شيفخي وشوية كريم فريش. فوالا، باش يزيد جبنين الحشو نتاعنا. باش ناخذوا الكريم فريش نتاع ديليس. فوالا، مانيش نحطو برشا، جست باش نبنو شوية. قاي قاي، وناخذوا شويه تارتي فري باش نزيد نبنوها اكثر فاكثر نتاع ديليس زيدا. هكا فوالا، وتوا الفخص نتاعنا باش نزيدو نخلطوها بالقدي باش نزيدو العظايمه. العظمه لازمنا قبل ما نزيدوها نتاكدوا ان الحشو نتاعنا بارد ماهوش سخون باش ما ترغدانش كي تيب شويه العظمه ولا كيفاه. نخلطو باش ناخذ المغرفه اللي اصغر خاطر اسهل لي في التخليط. فوالا هاك هذه الفخص نتاعنا. فوالا، وباش نزيدها جست الاصفر نتاع العظمه نتاعنا مع شويه ابيض خاطر ما عنديش برشا فخس، نخاف لنحط العظمه كامله يولي لي الخليط ياسر جاري. فوالا، جست باش يشد روحو كي نحطو الحوطه في الفوق. هايك توا باش ناخذوا الطبق اللي باش نطيبوا عليه الحويتات نتاعنا. ها هو ننظموا البلان دو ترافاي نتاعنا شويه. فوالا، نهزوهم هذوما لهنا. فوالا، توا باش ناخذ الطبق نتاعي اللي باش نحطه في الفوغ، وحطيت فوقه شويه بابي كويسون باش نزيد نحط فوقه شويه زيت هكا. وباش ناخو الحويتات نتاعي نحط الحوطه لهنا والحوطه الثانيه لهنا، وتوا باش نحط في وسطهم الفخص. عنا هكا هاو كيفاش نحلوها، نحطوا الفخص نتاعنا.
تنجموا راه حتى كي ما عندكمش كريفيت تعملوها بالتون مثلا، تون ديما باس باختو، معناها هذي سهلة على الاخر. الروسيت زيدا ديما الروسيت تسهلي. فوالا نحطو الحويتة زيدا الاخرى، وتوا باش نحطوها في الفوغ. انا ديجا سخنت الفوغ نتاعي على 180 درجة، وكل واحد هو الفوغ نتاعو. انا نحطها 20 دقيقة، وكان نحسها مزيد شوية نزيدها، ما نعمل مو 20 دقيقة بالويفي، يمكن حتى اقل ساعات، خاطر منحبيش الحوتة كي تشيب برشا. فوالا وتوا ناخدو الكوردون، وباش نشدوها بالكوردون باش كي تسيب ما تتحلش برشا، ما تتفرتش. نعملو هكا جوست باش تشد روحها، ماهيش باش نسكرها كومبليتمون. نحط الكوردون لهنا ونعديوه في الشيرة اللوطانية، فوالا باش تشد روحها هكا. هاو توا باش نحطهم في الفوغ، نستناهم بريسك طابو، ونرجعوا بعد الفاصل باش نعملوا الصوص بشاميل اللي باش تجي مع الحويته. اتوت. رجعنا لكم بعد الفاصل. الحويتات متاعي كيما تشوفوهم تلونوا بالكدي وطابوا بالكدي، حطيتهم الكل في الكل 15 مينوت، راه قعدوا في الفوق، وفي الاخر طلعتهم الفوق وحليت الجريل باش يزيدوا يتباشمتوا ويجي فيهم اللون المزيان. وتوا باش نعملوا الصوص اللي هي باش تكون مع الحويته، باش نعملوا صوص بشاميل. قلت لكم اليوم سوري سوري برشا. اول حاجه باش نحط له حليب يسخن، باش ناخذ حليب ديليس، باش ناخو الحليب انتي، باش نحط ما يعادل نص ايترا، وباش نحطو يسخن على خاطر البيشاميل كي توا باش نسخنو الحليب، بعد نزيدو نسهلو عملية تحريك البيشاميل وتولي ما تكعبرش. فوالا الحليب متاعنا باش نفوحو باش يبدا بنين. باش نحط نواد موسكاد، اهايا جوز الطيبة اسمها، تشريوها كي تتباع كعب جينيرالمون تري رارمون تلقاوها مرحية، وترحيوها تبدا ريحتها فريشكة. وباش نحط شوية ملح باش الحليب متاعنا يفوح بالقد. توا باش ناخدو الطنجرة الثانية باش نذوبو فيها الجولدينا والفيرينا، هاوك. باش نحط 50 غرام جولدينا عليهم 50 غرام فيرينا، ديما قد قد، وعليهم نص إتر حليب، هاوك 50 50 نص إتر حليب، قمروها. فوالا اوبس. نخليو الجولدينا متاعنا تذوب شويه، هاي ذوب. وتوا باش ناخذو فارينة، باش ناخذو الفارينة نتاع وردة كيما قلت لكم، قد الجولدينا قد الفارينة. فوالا. وباش نحط الفارينة متاعي ديما ذي، خذوها قاعدة تبداو ما عندكمش ميزان ولا مزروبين ولا حاجة، ريتوها مغرفة هكا كبيرة فارينة بالشاشية كما تقول مامي، ما يعادل 25 غرام فارينة. نزيد شوية خاطر المغرفة الأولى ما عبيتهاش برشا. نقصوا النار وتوا باش نخلطوا. فوالا نخلطوا ونخليوه حتى لينك الفارينة تبدا تحمار وريحتك الريحة البنينة تبدا تطلع. فوالا تولي هكا الخليط كما تشوفوا فيه، مش نار زيادة قوية برشا باش ما يتحرقش. فوالا باش
نخليوه يحمر شوية لو طون اللي الحليب متاعنا يسخن. وباش ناخذو الفوي متاعنا باش ما يكعبرش، خاطرش نبداو نصبو في الحليب السخون ونخلطو بالقوي. بدلو الغاز على حليب باش يسخن اسرع. فوالا فوالا، هاو كي الزبده والفارينه تحلو بالقدا، الحليب سخن توا بسم الله باش نبداو نصبو فرد وقت وندورو هاك سياسة بالسياسة ونخلطو ونخلطو. فوالا ونكملو الحليب اللي قعد، نطفيو النار من غادي ونقعدو توا نخلطو حتى لين تخثار. كيف تخثار معناها البشاميل متاعنا طابت. مانيش نحط حل حوت الكل، نجمو زادا راهو كان تحبو نتوما صوص حمرا تعملو صوص حمرا. والباقي متاع الصوص باش نحطو في بول وكل واحد يزيد قد ما يحب هو.